اختتم على مضمار بيت العرب مهرجان الكويت لجمال الخيل العربية الأصيلة بعد 4 أيام من المنافسة القوية على المراكز الأولى وجوائز البطولة التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 120,000 دينار كويتي. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. في لوحة إبداعية تزين بها ميدان بيت العرب بمسك ختام مهرجان جمال الخيل العربي الأصيل والذي كان الأميز والأجمل، سواء بحفله الختامي والذي مثل لوحة فنية لعروض أمتعت الجماهير الحاضرة في مسك ختام البطولة، والتي سجلت أيضا نجاحا تنظيميا وتنافسيا. البطولة حبست أنفاس المشاركين بعد وفرة إنتاج محلي عالي الجودة تنافس من خلاله ملاك المرابط على المراكز الأولى من أجل التتويج بالذهب والفضة والبرونز. من الطبيعي دائما يعني في أي منافسة وفي أي مهرجان اللي يفوز راح يكون حاب الأمور وحاب كذا، واللي ما حالف الحظ لابد أنه يكون شوي زعلان، ولكن هذا بالنهاية يعني طاقم التحكيم هو اللي يختار وبيد الأمر، وما الخيل ما توصل لها المرحلة ولا تجهز لها المهرجانات إلا لما تكون خيل يعني كواليتي عالي ومستوى جدا عالي، وعسى الله يوفق الجميع إن شاء الله، وهارد لك الإخوان اللي ما حالفهم الحظ. البطولة شهدت في مختلف فئاتها إنتاج محلي قوي للمرابط المشاركة وتألق ملحوظ لمرابط البارق والعبيد والحمد ومرابط أصايل والأغر والجواد بعد نجاح تنظيمي وتنافسي عالي المستوى. اللهم لك الحمد والشكر، حققنا المركز الأول وأعلى سكور في البطولة وذهب البطولة في إنتاج مربط العبيد. بصراحة بطولة كانت أكثر من رائعة، أشكر القائمين على البطولة، من أجمل البطولات اللي بصراحة شفناها في دولة الكويت، والله يعطيهم العافية. اليوم الحمد لله الفوز مو لي، الفوز للمربين اخواني، لان فوزنا يعتبر فوزهم وفوزهم يعتبر فوزنا، وهذا اللي حققناها اليوم حققناها فرحه للجميع، ونشكر المنظم على هذه البطوله الرائعه امانه، ونكله كل احترام. انا احمد الله واشكره لان كل الفوز بانتاجي، كله انتاجي، انتاج المربط، انتاج احصاني، والحمد لله، وهذا فضل من الله عز وجل. لله الحمد، حصلنا على اعلى سكور بالبطوله فئه الافحل 92.75 جاستيفاير من الأب جاستس، والله الحمد تعبنا سوينا اللي علينا وحققنا، وإن شاء الله بإذن الله نقول هذا الشامبيون لنا إن شاء الله. إبداعات مرابط الخيل جعلت الطاقم التحكيمي العالمي يحتار باختيار المراكز الأولى نظرا لجودة وفخامة الإنتاج، فكان مسك الختام بتنوع الأبطال في مختلف الفئات. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.